السلام عليكم، ازيكم يا ماما؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وقادرين تواجهوا الحياه. النهارده هنتكلم عن مفهوم من اهم المفاهيم، هو الديبندنسي انجكشن. وبالعربي كده يعني ايه الديبندنسي انجكشن؟ الاعتماديه. ديبندنسي يعني اعتماديه، انجكشن معناها حقن، فانا هحقن الاعتماديه دي بشكل ما يعني. قبل ما ندخل على التفاصيل، على الاول اعرفك بس ان الديبندنسي انجكشن نوع من انواع الديزاين باترن. طيب ايه هي الديزاين باترن بشكل مختصر قوي؟ علشان بس انا عامله لها اصلا فيديو كامل بيتكلم عن الديزاين باترن وبيتكلم عن ايه هي ومشرحه مفهوم السنجلتون. برشح لكم جدا ان انتوا تتفرجوا على حاجه زي دي، ان هو فيديو مهم وتعبت فيه يعني. المهم ان هي باختصار يعني كبير مشكله واجهت الديفلوبرز زمان، وقرروا يعني واجهت معظم الديفلوبرز، فقرروا ان هم يجدوا لها حل، وقالوا لنا على الحلول للمشاكل اللي واجهت معظم الديفلوبرز دي. اذا الديبندنسي انجكشن اكيد قبلوا مشكله، وبالتالي جم يقولوا لنا الحل ده على سبيل الديبندنسي انجكشن. طب ايه المشكله اللي هم واجهوها؟ من اهم المشاكل الانستنشيشن، ان انا كل ما احتاج يعني، احنا اتفقنا ان الديبندنسي انجكشن معناها اعتماديه، ادي الديبندنسي ذات نفسه. فده مثلا كلاس اللوجن معتمد عندي، اللي احنا كنا عملناه في الفيديو اللي فات بتاع اللوجن ويز كيوبيت وستراكشر ام في في ام، يعني فيديو مهم يا ريت تتفرجوا عليه. المهم يعني ان كلاس اللوجن بتاعنا كان عندنا بلوك بروفايدر، وكان بيعتمد عندنا على اوبجكت من الاي بي اي سيرفيس. طيب اول مشكله ان انا كل ما احتاج الاي بي اي سيرفيس ده هروح اكريت منه اوبجكت جديد، ده طبعا بيقلل من البرفورمانس. ثاني عندي مشكله ان انا لو بعيدا يعني عن الكود المكتوب، بس لو حطيت هنا ده اي اكزامبل، عدلت على كلاس الاي بي اي سيرفيس، بصوا هيضرب عندي كام ايرور في كل الكلاسز المعتمده عليه، هيضرب في ايرور. اذا انا عندي دلوقتي مشكلتين، ان انا يعني من اهم المشاكل انستنشيشن، ان انا كل ما احتاج الاي بي اي سيرفيس هضطر ان انا اكريت منه اوبجكت جديد. تاني مشكله ان انا لو عدلت على الكلاس ده، ودي حاجه اكيد هتحصل ان انا اعدل على الكلاس ده، او ممكن في المستقبل اي كلاس بقى عدلت عليها هتضطر تروح في كل الكلاسز، ولو البروجكت كبير هتضطر تروح ان انت تعدل في كل الكلاسز دي. فطبعا دي مشكله عندنا، هنبتدي ان احنا نحلها بمفهوم الديبندنسي انجكشن. انجكشن زي ما احنا قلنا ان هي حقن، فانا الكلاسز المعتمده على الاي بي اي سيرفيس دي، يعني الديبندنس على الاي بي اي سيرفيس، احنا هنحقن لها الاي بي اي سيرفيس بس بشكل مختلف، و يساعد اكتر ان البرفورمانس بتاع الابلكيشن بتاعنا يكون افضل. وفي نفس الوقت لو عدلت على الكلاس ده بالتالي يتعدل فيهم كلهم على طول، بدون ما انا اروح على كل كلاس منفصل يعني. فهنبتدي ان احنا نكريت يعني بدماغنا كده، انا ممكن اعمل ايه لما اعدل على حاجه يتعدل في كل مره واحده؟ اكيد هعمل فايل واحد يبقى هو فيه كل الحلول دي. فتعالوا ان احنا هنستخدم باكج، في طبعا اكتر من باكج، بس احنا هنستخدم باكج اسمها جيت ات في الديبندنسي انجكشن. هنبتدي ان احنا نعمل لها اد عندنا في البروجكت. طيب تعالوا نكمل على البروجكت اللي احنا كنا عاملينه المره اللي فاتت، اللي هو لوجن. عملت فيه في الباب سبيك يعمل الجيت ات، وبعدين هنكري فايل عندنا اسمه الديبندنسي انجكشن. الفايل ده طبعا هنبتدي ان احنا ناكسس منه اي اوبجكت بقى تاني، يبقى بالتالي اي تعديل عدل في الفايل ده بس، في الاوبجكت اللي انا كريته هنا بس. وبرده هنعرف دلوقتي اشهر الانواع يعني، خلونا مع بعض هنسمي مثلا احنا عايزين ناخد منها اوبجكت، نعمل فاينل جيت ات، نعمل امبورت الحمد لله. بعد كده نسمي مثلا لوكيتر، تساوي هناخد منها instance dot instance. كده احنا خدنا من الجيتت instance وسميناه locator، هنبتدي ان احنا دلوقتي نتعامل بيه او من خلاله يعني، ويبقى عندنا كل حاجة في هنا يعني. تعالوا بقى نعمل الميثود اللي من خلالها هنقدر ان احنا نأكسس الحاجات دي. نعملها void طبعا، نسميها مثلا setup locator، ونخليها async بس. قبل ما ندخل على ايه اللي هيبقى جوه الفانكشن وكده،
عايزة اتكلم معاكم عن اشهر 3 انواع من المستخدمين هنا. طبعا احنا عندنا انواع كتير جدا ممكن ان احنا نستعملها، ولكن احنا هقول لكم يعني دلوقتي اشهر الانواع اللي بيتم استخدامها: الريجستر سنجلتون، والريجستر ليزي سنجلتون، والريجستر فاكتوري. الريجستر سنجلتون هي ان انت يعني لو انت اصلا فاهم مفهوم السنجلتون، هو ان انا بكريت اوبجكت مره واحده بس، يعني هكريت من الاي بي اي سيرفيس ده اوبجكت مره واحده بس البروجكت كله عندي، مش كل مرة هيتم استدعائه هيتم كريات اوبجكت جديد، لا هو مرة واحدة بس. طب الريجستر ليزي سنجلتون ده هيتم برضو عمل اوبجكت مرة واحدة بس، ولكن هو ليزي. يعني ايه ليزي؟ يعني كسول، مش هيتم اصلا كريات الاوبجكت ده غير لما انا استدعيه. يعني لازم الاول ان انا استدعي ان انا هكريت الاوبجكت ده، علشان لازم استدعيه الاول علشان يبتدي ان هو يكريته. طب الريجستر فاكتوري، الريجستر فاكتوري بتعمل اوبجكت، دي بقى ميني اوبجكتس، تعمل اوبجكت كل ما انا انده عليه. ليها طبعا استخداماتها زي الكيوبيت، قابلني قبل كده اكسبشن لما كنت يعني بستعمل الديبندنسي انجكشن مع الكيوبيت مثلا او البلوك. فانت لما بتعمل اوبجكت مره واحده بس من الكيوبيت او البلوك وترجع مثلا تستدعيه تاني، يعني مثلا هنا اللوجن سكرين عندنا احنا كنا عاملينها المره اللي فاتت، انا مثلا مستدعيه الاي بي اي سيرفيس هنا ورحت وعامله له بروفايد هنا، تمام؟ يعني البلوك بروفايدر ده عامله استدعاء اللوجن كيوبيت هنا، فبعدين رحت في صفحه تانية استعملت الكيوبيت ده، فهو انشا اوبجكت كم مره؟ لما نيجي دلوقتي نستعمل ال ديبندنسي انجكشن هيستخدم الاوبجكت او هيكريت اوبجكت كام مره؟ هيكريت اوبجكت مره واحده بس، فساعتها ساعات يعني بيرمي اكسبشن لان هو بيكون عايز يكريت اكتر من اوبجكت. فده برضو من اهميتها يعني. فاحنا كده عرفنا اشهر 3 انواع: ديبندنسي انجكشن، ديبندنسي ليزي سنجلتون قصدي، ريجستر سنجلتون، ريجستر ليزي سنجلتون، وريجستر فاكتوري. انا بتكلم يعني عن الموضوع عموما باختصار. نبتدي ناخد احنا عملنا ايه دوت ريجستر بقى. الانواع اللي عندنا ريجستر سنجلتون، ممكن نعمل ريجستر ليزي سنجلتون يعني براحتكم. وبعدين هنبتدي بقى ان احنا نكريت مثلا، تعالوا نكريت للاي بي اي سيرفيس مثلا عندنا اهو، وبعدين نبتدي نعمل اميز فانكشن عندي كده ادي كلاس الاي بي اي سيرفيس اللي هو بياخد دايو كريت عندي اهو هنا اهو مره واحده، هنعمله امبورت بس كده، دي كده اتكريتت مره واحده. قالوا كذلك برضو مثلا انت طبعا بقى استعمل براحتك، يعني انت على حسب البروجكت بتاعك محتاج ايه، بس بديك شويه اكزامبل كده. ممكن نستعمل الريجستر اي اول واحده تقابلنا وخلاص يعني، بس زي ما احنا اتفقنا ريجستر سنجلتون هتكريت اوبجكت مره واحده بس. طب الليزي سنجلتون، قالوا كده نشوفها الليزي سنجلتون هتبتدي ان هي تكريت اوبجكت كل ما انا لما استدعيه، هتكريت برضو الاوبجكت مره واحده بس، بس لما استدعيها اصلا، لكن لو انا ما استدعيتهاش مش هتكريت اوبجكت مره واحده ولا حاجه. نعمل الفانكشن بتاعتنا برضو. بعد كده ممكن نعمل مثلا لوجن ريبو امبلمنتيشن، وياخد ايه بقى هو ساعتها؟ هياخد اللوكيتور، مش اللوجن ريبو امبلمنتيشن المفروض ياخد الاي بي اي سيرفيس صح؟ احنا بقى هنديله لوكيتور اللي هو اللي عندنا ده، اللي هو واخد اوبجكت اصلا من الاي بي اي سيرفيس، وبعد كده نقول له ايه بقى ان انت هاتلي اللوكيتور، هاتلي منك الاي بي اي سيرفيس وبس كده. فيبقى ساعتها اللوجن ريبو امبلمنتيشن خدت برضو اللوكيتور، يعني كله لو انا دلوقتي حصل تغيير مش هاجي اغير في الاي بي اي سيرفيس ده، امال هاجي اغير فين؟ هاجي اغير في ده بس كده. يبقى انت عندك التعديل بقى في لاين واحد في الملف. خلي بالكوا اعملوا كومنتس كتير قوي على الفايل ده، لان انت كل شويه هتزود، يعني كل شويه مثلا هتعمل الكيوبيت بريجستر فاكتوري، هتعمل مثلا او للبلوك، هتعمل لكذا حاجه بقى، اي حاجه انت شايف ان انت بتاخد منها اوبجكت تبتدي ان انت تعملها في الديبندنسي انجكشن. هو الفيديو مجرد بس ان انا بديك اكزامبلز بسيطه. تعالوا بقى نبتدي ان احنا نروح على المين عندنا، عايزين ان احنا نعمل امبورت للفايل ده. بس الاول بعد ما نتاكد ان هو حمل الملفات نبتدي نستدعي الفانكشن دي عندنا.
بس عايزين هو يشوفها. ايوه بالظبط كده. ممكن كمان ان احنا يعني كنا نقول له مثلا دي اي از ان ده دي اي، وعندي كده نقول له دي اي دوت، ونجيب منه الفانكشن بتاعتنا ونخليها await، لان هي اصلا ايه عندنا كانت فيوتشر وهنا اصلا ما عملها async. ده في في الفانكشن بتاعت الفويد مين، يعني هو اول ما يرن التطبيق بتاعه هيبتدي ان هو يروح للسبلوكيتور، هيبتدي بقى يشوف ايه الاوبجكت اللي معموله، وطبعا دي ليزي فلما يتم استدعائها فقط، انما السنجلتون دي هتتعمل اول ما انا يعني هيكريت منها اوبجكت بس مره واحده بس. برضو ده الفرق يعني بينهم بس بشكل مختصر عموما. وبعدين هنبتدي بقى نروح على اللوجن سكرين. فاكرين مش احنا كنا بناخد هنا الاوبجكت من اللوجن ريبو امبلمنتيشن؟ لا، احنا هنشيل بقى اللوجن ريبو امبلمنتيشن دي وهنعمل ايه زي ما احنا عملنا في الكلاس دلوقتي بتاع الديبندنسي انجكشن. مش احنا شلنا الاي بي اي سيرفيس اللي بتاخدها وخلينا لوكيتور؟ برضو هنعمل نفس النظام، ناخد اللوكيتور دي سوري، نبتدي ان احنا ناخد دي، نشيل بس دول، ان احنا ناخد اللوكيتور ونقول له ان هو ياخد اللوجن ريبو امبلمنتيشن، ان انت هات لي اللوجن ريبو امبلمنتيشن من عندك يعني، عشان هو ليزي فهو اصلا مش هيكريت غير لما ان انا استدعيه. احنا عملناها ليزي، انت يعني كل حاجه ليها استخداماتها عموما. وبعد كده تعمل ده بس، هو احنا نسينا نحط تمام، نعمل بس امبورت وبس كده. دلوقتي هيروح لللوكيتور لوجن امبلمنتيشن دي. دلوقتي لو انا عملت اي تعديل على الفايل ده هيبتدي ان هو هعدل قصدي على الفايل ده على طول، مش هعدل على اللوجن سكرين. وزي ما قلت لكم مثلا هنا كان عندي فايلات كتير قوي فاداني ايرورز في كل الفايلز دي، لكن دلوقتي انا على طول بعدل، يعني دلوقتي باستخدام الديبندنسي انجكشن انا هعدل في فايل واحد بس. وكمان في الليزي سنجلتون هو اصلا مش هيكريت اوبجكت غير لما انا انده عليه، وكذلك برضو في سنجلتون مش كل ما انا هنده على الاي بي اي سيرفيس مثلا هيروح يكريت اوبجكت جديد، لا كل ما انده عليه هو يستعمل نفس الاوبجكت اللي هو عامله، فده بيحسن من البرفورمانس بتاع الابلكيشن بتاعي طبعا والميموري. وكمان في اي تعديل انا هعدل على الفايل ده بس. وزي ما قلت لكم اعملوا كومنتس كتيره قوي في استعمالكم يعني للديبندنس انجكشن علشان الفايل ده بيكبر طبعا معاك مع كبر الابلكيشن بتاعك، ولكن احنا اصلا ما كناش مستعملين حاجه يعني غير اللوجن بس، ما كناش عاملين في الفيديو اللي فات حاجه غير اللوجن، فعشان كده الموضوع بسيط يعني. تقدروا بقى انتوا تطبقوا الكلام اللي انا قلته ده على اكزامبلز اكتر بكتير. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون فاتكم وشكرا، سلام.